تم استزراع حوالي 15,000 وحدة سمك بلطي. الأسماك العملية تربية الأسماك تتم تحت مراقبة الفرقة التقنية لمديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية جيجل بصفة دورية. المستثمر عاشور علي قد استفاد من عدة تكوينات في مجال تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، من أهمها تكوين في الصين جمهورية الصين الشعبية. نرتقب إن شاء الله إنتاج حوالي 6 أطنان من السمك البلطي في مزرعة عاشور علي. التكوين لتربية المائيات هذه المدمجة مع الفلاحة، رحت للمدير السيد البحري تما رافكوني عاونوني، بديت التجربة وبديت نربي الأسماك هادو ونسكب الماء نتاعو، ومن بعد الأسماك هادو كنت نستهلكهم عائليا، ومن بعد اليوم راح نخرج السمك بصل المشروع ديالي باش نخرج للسوق.